أهلا بكم من واشنطن، نستعرض أبرز أحداث المشهد الأمريكي. وفي هذه الحلقة، إدارة الرئيس جو بايدن تشهر ورقة العقوبات في وجه روسيا، سلسلة عقوبات مالية ضد موسكو، وطرد 10 دبلوماسيين روس ردا على الهجمات السيبرانية والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020 الذي اتهمت به موسكو. تصعيد أمريكي جعل جل العواصم تتساءل عن العواقب الاستراتيجية والاقتصادية لهذا النهج الذي اختارته الإدارة الأمريكية الجديدة لتدبير خلافاتها مع الكرملين. ولمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي الخبير الاستراتيجي من واشنطن بلايز ميشتل. أهلا بك سيد ميشتل. أولا، هناك مجموعة من العقوبات ارتكزت على عدة أسباب، هل برأيك مسألة قرصنة شركة سولار ويندز التي تغذي شبكات المعلومات الحكومة الأمريكية هو أكثر الأسباب التي أزعجت واشنطن والتي أدت التي حملت إدارة رئيس جو بايدن إلى فرض هذه العقوبات على الكرملين؟ مساء الخير لك ولمشاهديك، ومن دواعي سوء سروري دائما أكون معكم. الهجمات السيبرانية باستعمال السولار ويندز ومنصاتها كانت بكل تأكيد مكلفة جدا ومضرة، وخاصة بالنسبة لأعمال الجوسسة، وهذا أزعج كثيرا إدارة بايدن. ولكنها ليست القضية الوحيدة مع روسيا. علينا أن نفهم بأن العقوبات التي تم الإعلان عنها في الإطار الأكبر الذي يصب في تاريخ العلاقات والمشكلات التي تحدثها روسيا، وليس على الأقل منها مثلا تدخل روسيا في تضليل ونقل المعلومات المضللة ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية في 2016 و2020. وفي الوقت ذاته هناك أيضا قلق كبير في البيت الأبيض بشأن وضع القوات العسكرية الروسية في حدود أوكرانيا، والقرار بإعلان عن العقوبات كلها رد على طبعا على التدخل السيبراني أو الهجوم السيبراني على سولار ويندز. كل هذا إشارة إلى روسيا بأن هذه الإدارة قلقة جدا بشأن كل ما تفعله روسيا، وبأن هذه الإدارة سترد بقوة إذا استمرت موسكو في خلق المشكلات في الولايات المتحدة وأيضا في العالم. طبعا كما تعلم هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى فرض هذه العقوبات، أبرزها أيضا التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأيضا دفع مكافآت مالية لقتل جنود أمريكيين داخل أفغانستان. السؤال المطروح الآن، هل برأيك على ضوء هذه المعلومات، على ضوء هذه العقوبات، يمكن للعلاقات الأمريكية الروسية أن تتحسن؟ بشأن قضية التدخل روسيا والاستخبارات الروسية في استهداف الجنود الأمريكيين في أفغانستان، طبعا هذه قضية مثيرة للاهتمام، وهي شيء الرئيس بايدن حينما كان مرشحا تكلم بقوة عنها وقال إن هذا حدث وسنحاسب روسيا بسبب ذلك. ولكن في إعلانه عن العقوبات على روسيا مؤخرا، فإنه أيضا قال بأن المخابرات الأمريكية ليست متأكدة تماما، هناك معلومات متضاربة. طبعا هذا يظهر بأن الولايات المتحدة قلقة بشأن هذا، ولكنها ليست متأكدة لتعاقب روسيا مباشرة بسبب ذلك. الأمر الآخر الذي علينا أن نتذكره ونفهمه في هذه العقوبات هو أن تاريخ العلاقات
بين الولايات المتحدة ليس فقط مع روسيا ولكن مع بوتين. فالإدارات الثلاث السابقة كلها حاولت أن تكون لديها علاقات جيدة مع بوتين وتكون صديقة لموسكو في بداية طبعا الدورات الرئاسية. الرئيس بوش قال بأنه نظر في عين بوتين ورأى روحه، وثم طبعا بوتين غزا جورجيا في 2008. وأيضا أوباما حاول أن يقيم علاقة جيدة مع روسيا ولكن كان هناك ضم القرم. والرئيس ترامب كان لديه علاقة جيدة مع بوتين وتحدث بطريقة جيدة عنه، ثم كان ذلك الهجوم على السولار ويندز. إذن الرئيس بايدن يحاول أن يغير التاريخ ويغير المقاربة التاريخية، وطبعا الآن بدأ شيء سيء يحدث. هو قال بأنني سأبدأ بهذه المقاربة القوية مع روسيا حتى أعلم روسيا بأنني أريدها أن تغير سلوكها. ولكن بالنظر إلى حكم بوتين وعلى مدى 20 عاما، فمن المرجح بأن الرئيس بوتين لن يغير سلوكه ومحاولته لزعزعة استقرار العديد من المناطق في العالم من الشرق الأوسط وأوروبا، ولأنه ليس هناك دفع قوي من الولايات المتحدة. بليز، سنتوسع أكثر في هذا الموضوع، لكن قبل أن نواصل نقاشنا دعني أتوقف عند تأكيد الرئيس الأمريكي رغبة واشنطن تفادي التصعيد والنزاع مع موسكو. الولايات المتحدة لا تنوي إطلاق دورة جديدة من التصعيد والنزاع مع روسيا. نريد علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ، لكنني مستعد لاتخاذ إجراءات رد جديدة في حال مواصلة روسيا التدخل في ديمقراطيتنا. هذا واجب بالنسبة لي باعتباري رئيسا للولايات المتحدة. أعود لضيفي من واشنطن الخبير الاستراتيجي بليز ميشتل. بليز، ما هي برأيك حظوظ انعقاد قمة بين بايدن وبوتين في الأسابيع أو المدة القريبة؟ أعتقد بأنه شيء الولايات المتحدة تبحث عنه، وما تذكرني هذه المقاربة بالرئيس ريغان واستراتيجيته في السلام من خلال القوة في التعامل مع الاتحاد السوفيتي، حيث من جانب اتخذ مقاربة قوية ضد الاتحاد السوفيتي ومستسماتها بإمبراطورية الشر، ولكن في الوقت ذاته كان مستعدا للتفاوض مع موسكو. أعتقد أن بايدن يريد ربما أن يقوم بشيء ذاته لإظهار لبوتين بأنه قوي وأنه مستعد للرد، ولكن أيضا لفتح باب الاحتمال للمفاوضات. ولو أن الرئيس بايدن كان مهتما بكل تأكيد فإنه يريد أن يقلل المشكلات في العالم، فبكل تأكيد لا يريد أن يرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا مثلا، كما أنه يسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. إذن كيف سيكون رد بوتين؟ هذا سيكون متعلقا بكيفية قراءته لما يفعله بايدن. فهل سيختار العقوبات التي ستفرض على روسيا
وما إذا كان مثلا يظن بأن الأمريكيين يكذبون وبأن بايدن ليس قويا لتحدي روسيا. والأوروبيون طبعا مهمون جدا هنا، لأن الولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن تعمل معا وتبدي لروسيا بأنهما جديتان في محاولة وقف العدوان الروسي ووقف سلوكها السيء. وربما سنرى بعد ذلك قمة أو تفاهما يحدث، ولكن ما دام هناك ذلك الخلاف وما دام بوتين يظن بأن بايدن ضعيف فسيستمر روسيا في فعل وبوتين يفعل ما فعله خلال 20 عاما الماضية. بليز ميشتل الخبير الاستراتيجي في واشنطن، شكرا على هذه المشاركة.